صباح الخير يا متابعين، افتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيضم لكم كريم عيد اليوم 14 اكتوبر 2022، وهنتكلم مع بعض الديو بتاعنا عن جنيه بريطاني مقابل الدولار الامريكي. تداولات ايجابيه للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي وارتفاعات كبيره خلال تداولات امس وتحول مفاجئ في اتجاه الدولار، ومع طبعا ايضا انخفاض عائد سندات الخزانه الامريكيه بعد بيانات التضخم خلال تداولات امس والتي جاءت افضل من المتوقع. دي كانت اهم الاخبار المؤثره امس. كان عندنا مجموعه من البيانات الهامه، ولكن اهمهم مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي اللي جاب نتيجه افضل متوقع 6%. اليوم هنكون في انتظار بيان هام ومبيعات التجزئه الاساسيه المتوقع ليه سالب 1%، والشهر الماضي كان سالب 3%. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على التشارت، طبعا اداء ايجابي على مستوى كل المؤشرات. اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع متوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر عليهم، اداء ايجابي على الفلات ترند، وطبعا بعض الحركات التصحيح اللي ظهر على السار والاستوكاستيك، ولكن ما زال متماسك بوجوده على ال 1230، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر ال 1360 ورا ال 1425 وراها ال 90. مرة تانية كسر ال 1360 وراها ال 1425 وراها ال 90. السيناريو الآخر معاكس حق بكسر ال 1170 وراها ال 1065 وآخر نقطة عند ال 965. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.